سعادة السفير، قبل ما أشكر حضرتك، لو في أي أخبار عن المؤتمر الاقتصادي القادم هبقى شاكر لحضرتك. طبعا احنا ان شاء الله يعني الاستعداد جاريه، هيعقد على مدار 3 ايام من 23 ل 25 اكتوبر بمشاركه من كل اطياف المجتمع المصري وكل يعني اصحاب الاعمال والاحزاب السياسيه وكل المهتمين بالشان الاقتصادي. الهدف من هذا المؤتمر ان احنا طبعا في وقت ازمه اقتصاديه بتضرب العالم كله، نريد ان نسمع من كل اصحاب الشان ماذا يمكن ان نفعل كخارطه طريق لمستقبل الاقتصاد المصري للخروج من هذه الازمه. ايضا نسمع من رجال الاعمال والصناع ماذا يريدون من الحكومه ان تفعله من اجراءات وقرارات لكي نزيد من اولا الصادرات، تنافسيه الصادرات المصريه كما ونوعا، نزيد من حجم الانتاج الصناعي ونتوسع في انشاء المصانع، ماذا تريدون منا كحكومه ان نقدمه لكم. وفي نهايه المؤتمر ان شاء الله يوم 25 هتصدر توصيات شامله وجامعه لكل قطاع على حده، كل قطاع، القطاع السياحي هيكون له توصيات معينه نطبقها، قطاع الصناعي، قطاع الزراعي، قطاع الاتصالات، وان شاء الله بنامل في مشاركه يعني متميزه من كل اطياف الشان الاقتصادي، وسيتم تطبيق هذه التوصيات حتى لو كانت هذه التوصيات تتطلب تعديلات تشريعيه، الحكومه مستعده لان تتقدم للبرلمان باي تعديل تشريعي يتوافق مع هذه التوصيات.